بعد عن المي. مية مية. بس زرع نجيل هيك ولا شعير هذا معه؟ شعير. بدك تعشب يا معلم. بدك تعشيبه. يعني الفكرة انه اذا ما عشبت عرفت كيف يعني هو ما بضر بس يعني عشان حشرات دودة من اشي راح يربي نخاف من المن بس يا ما شاء الله على الرش الاخرانية زبط العملة رشاد ربعت نكات وخلت طب ممتاز بس النتيجة كانت ممتازة هلا نتيجة 100% طيب الحمد لله ان شاء الله ما فيش تخريب في الورد لا انا شايفها 100% بس الملح هون في المي ولا في التربة؟ الملح في المي ولا في التربة اكثر؟ الملح في التربة بس ماشي حلو يا باشا ننحى الوقت بس ان شاء الله رب العالمين